أحجار الألماس من الأحجار الكريمة الغنية عن التعريف وأشهرها على مر التاريخ نتيجة لجمالها ونقائها المميز والذي أصبح ضمن عناصر الثقافة في مختلف المجتمعات والحضارات ممثلا للثروة والنفوذ. فقد بدأت فكرة أن أحجار الألماس أحجار قيمة ونادرة وأن اقتنائها هو علامة أساسية من علامات الثروة والاعتداد بالنفس منذ بدأ اكتشافها وتداولها تجاريا. مع مرور الوقت وحتى أواخر القرن التاسع عشر شهدت تجارة الألماس منحنى تاريخي كاد أن يؤثر على مسار تجارتها على المدى الطويل، حيث أنه قبل ذلك التاريخ كان يتم العثور على الألماس بأعداد قليلة وبصعوبة سواء في مجاري الأنهار في الهند أو في أدغال البرازيل وغيرها من أماكن استخراجها التي كانت معدودة ومحدودة آنذاك. قد سجل إنتاج دول العالم حينها بضع باوندات سنوياً.